اتمنى توفيق للتعاون ان شاء الله. شوف الموسم القادم افضل من الموسم القادم من هالموسم. برهن على حديثنا الانديه وعقود المدربين الطويله. لو سئلت عن ابرز ما لفت انتباهي هذا الموسم لقلت دون تردد بروز اسماء بعض مدربي الانديه بشكل لافت وقوي، حتى ان بعضهم كتبت عنهم الأقلام أكثر مما كتب عن أبرز نجوم فريقه، وهذا ما لم يكن موجودا في مواسم سابقة إلا مع قليل من المدربين، فإن برز واحد أو اثنين فالثالث لا يكاد أن يكون حاضرا. أما هذا الموسم أمانة فهناك أكثر من اسم تدريبي نجح وبقوة مع فريقه، ودعونا نطرح بعضا من تلك الأسماء. برودوم مع الشباب، ياروليم في الأهلي، فتح الجبال مدرب الفتح، المدير الفني النصراوي ماتورانا، كذلك الحال مع مدرب الفيصلي زلاتكو، ولا أنسى واحدا من أفضل المدربين هذا الموسم ألا وهو مدرب نجران المقدوني جوكيكا حاجفسكي. بروز هؤلاء المدربين غير في سياسات الكثير من الأندية، حيث شرعت في تطبيق عقود المدربين الطويلة. ولا أعلم هل هذا إيمانا منها بضرورة الصبر وإعطاء الفرصة؟ أم أنه تفاعل مع التغييرات الحالية في فرقها بين النتائج والمستويات؟ هذه السياسة التي كان ينادي بها الكثير من النقاد والصحفيين، هل سنشاهدهم راضين عنها؟ أم أنه بمجرد خسارة أو اثنتين سيسنون أقلامهم تجاه الإدارة بسبب تمديد عقد ذلك المدرب؟ مسفر الخثعمي كرة. أبدأ معك عبد الله. نفس الكلام اللي بديناه في الحلقة عن الفتح والاستقرار وكذا، يعني يفترض أنه دائما حنا نفكر بالأفضل. يفترض أنه حتى الإدارة لما تجي تجدد عقد أو تمدد عقد لمدرب يفترض أنها تقرأ ماذا تريد من هذا المدرب وتجلس على طاولة مفاوضات طويلة. ما تقدر تتحمل المشكلة يعني حتى لو قالت ما بقدر تتحمل أول إخفاق. يعني مثلا في أغلب المدربين العالميين اللي استمروا لسنوات طويلة أول سنتين ثلاث سنوات ما فيها أي منجز، بالعكس كانت أقرب لكثير من الإخفاقات والناس تحملت. إحنا ما حد يتحمل، إحنا لنا تجربة بعد تجربة كئيبة، يعني يبدو إنه حتى اختيارنا للمدرب اللي انتهى إلى اللي ركارد، يعني كثير من المدربين الذين عرض عليهم تدريب المنتخب السعودي كانوا يخافون من هذه المشكلة، هذه النهاية إنه أنا في السعودية ممكن انتهي عقدي مباشرة. الأندية نفس الحكاية تسير على هذا. يزن كلامكم لا تكلمتوا زي كذا، قلتوا المفروض أنه يعطي فرصة للمدرب، وتلقى المدرب من يوم أول إخفاق تولعون فيه أنتم الإعلاميين قبل الجمهور، يعني من وين يبغى ينتظر؟ والله شوف حتى الإدارات يعني يفترض أنه من يدير الإدارات أو يدير كرة القدم يفترض أنه يكون قوي أيضا على الـ على الـ على النقد، يعني يفترض أنه حتى لما أنا أقدم نقدي أو أنتقد هذه الإدارة ما يسمعكم، أنه لا يسمع لكن يشرح. لدينا مشكلة يا تركي في عملية الشرح أو الفهم المتبادل ما بين الإعلام وما بين يدير النادي. من يدير النادي يعتقد أنه الأفضل، ونحن كإعلاميين دائما نعتقد أنه الأفضل، فلا يوجد هناك خط توازن ما بين الفكرتين. الضحية تكون عقول وقلوب الجمهور، لا قلوب الجمهور الضحية طلب المبتعثين. ناصر، لا أنا أعتقد الموسم هذا يعني إدارات نجحت في اختيارات إدارة الشباب، إدارة الأهلي، حتى إدارة النصر مع الكولومبي ماتورانا، أعتقد أنها وفقت رغم الجماهير النصراوية ما كانت مرتاحة لعطاءات المدرب في بداية تولي الفريق، لكن في المرحلة الفائت الماضية يعني المدرب حقق نتائج إيجابية وبدل أنه وصل إلى نصف النهائي وقد يصل إلى النهائي. استمرارية المدرب جدا مهمة، أعتقد أن حتى نجران يعني جوكيكا يعني إذا استطاعت إدارة نجران يستمر معها سيكون للفريق شان آخر. استمرارية المدرب ستحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل، يعني فيرغسون يعني في بداية مع مانشستر أول تقريبا ثلاث سنوات خمسة ما كان يحقق نتائج إيجابية، الآن بعد تقريبا 23 سنة يحقق نجاحات منقطعة النظير. أرسن فينجر يعني بداية الموسم كان عندنا نادي من الأندية الكبار ممكن يتحمل ثلاث سنين على مدرب، هذه إشكالية أن الاحتراف لدينا أعرج، الاحتراف مو بالشكل الصحيح. تسكتون أنتم الإعلاميين؟ طيب احنا ننقد الخطا لكن يجب ان زي ما قال عبد الله استمر مدرب في نادي وما حقق اي انجاز، واداره النادي قالت احنا خطتنا
يعني على على المدى الطويل ونبغى نبقي على المدرب تستمر تستمر سنة سنتين ثلاثة ما حقق بطولة. أنت كإعلامي تسكت إذا كانت الإذاعة ولا بتقول يعني أنا تمادي في الخطأ؟ أنا كإعلامي أنقد الخطأ إذا كان هناك خطأ أنقده. إدارة النادي إذا كان عندها خطة واضحة ومؤمنة فيها وستحقق نتائج يجب أنها تستمر في هذا الخط حتى تحقق النتائج. لكن الإشكالية بعض الإعلاميين الإشكالية أن وبعض الإعلاميين ترى الإشكالية أن الأخطاء تتراكم يعني وبعض الإعلاميين ترى ينتقد لمجرد النقد صحيح يعني موجود تلاحظه جالس يبغى يشوف حتى الشيء صحيح يبغى يطلع لكن تركي ما معناته أن هناك إعلاميين ينقدون لمجرد النقد لا ينقدون لإصلاح الخلل هناك خلل يجب أن ينقد حتى يصلح الخطأ ويستمر الفريق في وضعه الصحيح. وقليل العلاج ما بين الأندية وما بين الإعلام ترى جدا يعني قليل يعني ما نلاحظ أنه التواصل ما بين أنه النقد دائما يعتبر أنه اتهام أو استهداف فقط. مهاجم فقط يعني هذه المشكلة هذه إشكالية أخرى يعني حتى الأندية ما تتقبل للأسف في أندية لا تعتقد أنتوا الإعلاميين ما تتقبلون النقد إحنا أنتوا الإعلاميين لو واحد ينتقد أنت جزء من الإعلاميين أنا ما قد مكانكم بتكلم لا أنت جزء من الإعلاميين أنا هنا أو بس أنا دائما اسمعني أنا هنا دائما في البرنامج أمثل الطرف اللي مو موجود حتى برنامج إيه معلش إعلامي معلش أنا هنا أمثل يعني إعلامي خاص مطبل الإعلاميين أنا أمثل اسمح لي بس أنا أمثل الطرف الغير موجود أنتوا كإعلاميين ما تتقبلون النقد لا بالعكس في يعني في إعلاميين يعني لو يطلع يتكلم مثلا دكتور حافظ مدلج جم تكلم في موضوع ذاك ولعت الدنيا وقامت الدنيا وقعدت على راسه مع أنه إذا بنفتح لا معلش أقول لك دكتور حافظ مدلج نحتاج إن حلقة ثانية لا مع أنه في إعلاميين لا سهل جدا عليهم التهم لا رمي التهم رمي التهم جزافا يا تركي هذه إشكالية كبرى حدد الشخص تكلم عنه صراحة محترم الدكتور حافظ المدلج أو حتى خالد بكرة الجمعة اسمعني أقول شيء بكرة الجمعة مر على كل اسمح لي بس مر على كل الصحف زين وشوف التلميحات والتأشيرات والهمز واللمز على كثير من الرياضيين أنتم تقبلون كإعلاميين لكن واحد يقول لكم كلمة لا بالنسبة لي أنا ما أقبل لا لي ولا على أي شخص آخر إذا كان هناك شخص أخطأ يجب أن تقول له أخطأ في أمام مباشرة ولا تستخدم الإسقاطات المسيئة للوسط الرياضي فاصل قصير بعد هنا الجزء الأخير من الحلقة